مساء الخير. أهمية الزراعة، 50% من اللبنانيين بيعملوا بهذا القطاع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. سلامة الغذاء من الأهمية القصوى، بس مفترض أنه نكون صريحين وصراحة تامة مع المستهلك وعدم التضليل. رح يكون معي النائب سيزار معلوف، هو مقرر لجنة الزراعة بالبرلمان اللبناني. رح يكون أيضا معي أمين سر صندوق التعاقد بنقابة نعم المحامين، واليوم هو أعلى مركز للشيعة بنقابة المحامين ببيروت، ومعروف حتى حضرتك رئيس لجنة حقوق الإنسان بجمعية أندية اللايونز الدولية. كمان اليوم موضوعنا موضوع هو إنسان، إلى جانب أنه في موضوع قانوني وقضائي واستهلاكي وتجاري. أهلا وسهلا فيك أيضا رئيس حركة شباب البقاع عماد أزعون، وحضرتك كمان ناشط بالثورة، من الناس اللي كانوا فعالين، كنا نشوفك على الأرض مع المجموعة اللي كانت معك، وكمان بالزراعة معروف أبا عن جد بيك نائب وزير بالبقاع، بس عندكم أراضي زراعية. من هيك كمان رح نطرح عليك السؤال، عندكم مشاريع لهالمنطقة هيدي. وضيفنا اليوم إيهاب شعبان، نائب الأطباء البيطريين بلبنان. بدنا نطرح عليك كثير أسئلة حول السلامة الغذائية، المسالخ، الدواجن. اليوم بلبنان مفترض أنه تكون الدولة عندها خطط، مفروض أنه تكونوا أنتوا على الأرض عم بتأمنوا السلامة الغذائية. لازم الرأي العام يعرف كل شيء بكل شفافية. بالبداية كمان بحب أذكر أنه رح يكون معي بالفقرة الثانية صنط عبيد صاحب شركة عقارات دوت نت، كمان رح يحكينا على موضوع الأراضي والتصنيف بين زراعي وصناعي، وإذا قادرين بلبنان نشتري أرض ونعملها مطمر، قديه صعوبة هذا الموضوع. بالبداية يعني أستاذ سعيد، بتعرف في مشكلة استجدت بلبنان، عم نفتش انه نقدر نطور اقتصادنا، نعمل اقتصاد منتج، نحكي بالثروة الحيوانية وخاصة الثروة الحيوانية المنتجة، نقدر نعمل مصانع، نقدر نقوم بشركات، نخلق فرص عمل. لبنان اليوم على حافة الهاوية، وبعدنا عم نهجم على بعض الشركات بلبنان، عم نعمل ما بعرف اذا هيدا بينعد تشويه تشهير قبل ما يطلع نتائج. من هيك بدي اطرح عليك السؤال. بالبدايه رح يكون معي كمان النائب سيزار المعلوف. مساء الخير سعاده النائب. مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. أهلا وسهلا فيك، مقرر لجنة الزراعة من منطقة البقاع. بالبداية هل أنت راضي على واقع الزراعة بلبنان قبل ما ندخل على المشاكل يلي عم بتواجه لبنان؟ ويا ريت تعطينا شوي الخريطة الزراعية اللبنانية. هلا نحن اليوم حتى ما نكون عم نظلم الحكومة الحالية، احنا من سنة 1943 حتى اليوم ما قدرنا بنينا دولة، ما قدرنا بناينا دولة منتجة، كنا عم نشتغل على دولة هي، كنا عم نشتغل على مزارع طائفية بلبنان، 76 حكومة لحتى اليوم صرنا بالبلد، وبعد ما حولنا لبنان لدولة منتجة. عندك موارد الزراعة بلبنان السنة أقل من 0.5%، أقل من 1%. هي 1% بتكون بلبنان عادة، بكل الدول العربية حدنا بين 3 و5 و8، بالدول الأوروبية بين 12 و15% من الموازنة بتكون للزراعة، لأن الزراعة هو له دور أساسي للأمن الغذائي لكل بلد. نعم. أولا نحن يكون في عنا دعم للزراعة لخمس سنين أو 10 سنين لقدام بقروض ميسرة للمزارع، نقدر نساعده ونقدر نسهل له أموره، لأن المزارع اليوم عنا عم بيوقف الزراعة وعم بيهجر لبنان ويفل، وابنه ما عم بيشتغل بالزراعة لأنه عم بيبيع أرضه وعم بيتدين من وراء كلفة المازوت الغالية. كلفة المازوت اليوم الدولي داعم المازوت للأسف، بدل ما يروح هذا الدعم للمواطن عم بيروح للتجار وللسماسرة وللسوق السوداء. دولي أو 15 16 ألف، نحن بنشتري ب 30 ألف، وهذا بيضرب القطاع الزراعي والصناعي والسياحي. نحن عندنا بلبنان يعني في تشويه لكل القطاعات. هلا رح يكون معنا كمان النائب والوزير السابق إلي ماروني، يلي كمان رح يحكي قديش اليوم حتى بالسياحة عم نتأثر من يلي عم بينحكى عن لبنان. طبعا من بعد الزراعة
ونحن عندنا 270 ألف هكتار، منه 150 ألف هكتار بالبقاع. البقاع كان قبل هو الإغراءات للشرق كرمال المحاصيل الزراعية، وكان يكفي لبنان ويصدر للشرق كله، وكان إغراءات روما. عيب علينا نحن اليوم يكون عندنا بعد بالبقاع 80 ألف هكتار منه مستصلحين للزراعة. عندنا ارتفاع الكلفة قلنا عنها، هي بتأثر أنه اليوم يروح المواطن يستورد من برا. عندنا عاجز بميزان جاري، نحن بنستورد ب 21 مليار وبنصدر ب 3 مليار، يعني عندنا عاجز 17 مليار دولار بالسنة. كيف بدنا نتوجه نحن لنكون دولة زراعية؟ ونحن اليوم عندنا نهر الليطاني ملوث، 178 متر ملوثين بالمجرير. الصرف الصحي عندنا مش مزبوط. إذا بنصقي مزروعاتنا نحن يكون عم نصقيهم الماي منا نظيفة وعم نسبب أمراض سرطانية، ولهالسبب نحن عندنا اليوم ببلدة برلياس على 600 إصابة بالسرطان، والبقاع كله مضروب بالسرطان من وراء هذه الدولة المرتة اللي نحن فتنا عليها جديد ومش عارفين إنه هالقد مهترية. أولا أنا أول شيء بستحي من حالي اليوم أن يكون عندي سهل مثل سهل البقاع وخصيب هيك، وعنده أهل البقاع الطيبين اللي بيحبوا الأرض وبيحبوا الزراعة يكون عندنا هذا الاستيراد من برا. رح بلش لك بالأرض. نحن هاي السنة 2019 هي أخف سنة استوردنا فيها من برا، بتعرف لأنه بلشت الانهيار الاقتصادي وصلنا له وصلنا له. وصلت الفاتورة الزراعية السنة استيراد من برا بمليار ونص. عندنا لحم بقر مبرد ب 94 مليون دولار مستوردين. لحم بقر مجلد ب 26 مليون دولار. أجبان وألبان 450 مليون دولار. صويا حب 57 مليون دولار. عندنا ذرة 108 مليون دولار. بصل وتوم ب 12 مليون دولار. معقول اللبناني يستورد بصل وتوم بدل ما يصدر للعالم كله؟ عندنا بقر عجول من برا مستوردة ب 272 مليون دولار. وعندنا سكر 72 مليون دولار يعطيها العافية طيب. الدولية سعادة النائب بقضاء زحلة لحتى نستورد 72. هاي الأرقام مخفضة ثلاث مرات. هاي أرقام مخيفة ولازم نطرح 100 علامة استفهام عن الخطط يلي مفترض انه تعملها الدولة اللبنانية. بداية ما دام حكينا بعد عندي بس رقمين صغار. عندنا سكر ب 72 مليون، عندنا حمص يا عيب الشوم ب 11 مليون دولار، عندنا حليب بودرة ب 31 مليون دولار، عندنا شعير ب 17 مليون دولار، عندنا ب 40 50 مليون دولار كنا نستورد ورد بالسنة، هلا 4 50 مليون نحن لازم نصدر ورد للعالم، عندنا دخان وتمبك ب 222 مليون دولار بالسنة، سبيرتو نستورد سبيرتو ب 5 مليون قبل الكورونا، وعندنا الفصة اللي هي أكل مدعومة للمواشي ب 50 مليون دولار بالسنة. هي كله بيطلع عنا بسهل البقاع ومش بحاجة للمليار ونص دولار اللي خسرناهم هاي السنة، وهني بيطلعوا السنين اللي قبلها ب 2.5 و3 مليار. ما دام حكينا بموضوع المواشي، موضوع المزارع، يا ريت بتسمح لي لأنه مضطر احكي بموضوع كل الشعب اللبناني عم بيحكي فيه، عم بيشوهوا صورة لبنان الغذائية، عم بيشوهوا مؤسساتنا يلي ربما تكون ناجحة، أخذوا أحكام مسبقة. أنت اليوم مؤتمن على قطاع الزراعة، هل بتعتقد واطلعت شوي يمكن بتعتقد أنه قبل ما يكون طلع نتائج مختبرات هل كان فينا ناخذ نحن أحكام مسبقة ويطلع وزير مع كاميرايات وياخذوا الرأي العام اللبناني كله إلى مكان ويخلوا يمكن الاستيراد يبلش يصير من غير دول ومن غير لبنان كمان بموضوع الدواجن؟ يعني أنت اللي كنت عم تتفضل فيه أنه على القليلة في عنا قطاع كان ناجح بلبنان اليوم عم نضربه. نحن للأسف عنا بلبنان أنه كل شخص فينا صار قاضي، المفروض ننطر القضاء، والقضاء اللي بيعطي آخر شيء النتيجة. لا أنا كنائب بحدد أي شركة مؤصلة أو أي مؤسسة مؤصلة، وبضرب مؤسسات عندها 300 موظف و 400 موظف، شركات عريقة عندها 20 30 سنة، ولا الوزير مهما علي شأنه بيطلع بشهر بالمؤسسات. خلي القضاء ياخد شغله، وخلي الإعلام عندنا شوي يروق شوي على هالمؤسسات عندنا بلبنان، بس ياخد القضاء شغله. كلنا رح نكون ضد أي مؤسسة مؤصلة كرمال الأمن الغذائي تبع المواطن بلبنان. بس قبل ما يكون في قرار قضائي أنت ضد إنه يكون في تشهير بهالطريقة هي؟ طبعا طبعا طبعا، وهي التشهير لنا 10 سنين احنا بلبنان مش هلا بس.
لانه هيدا كمان بيضر بفرص العمل اكيد. بدي اسالك على موضوع الطرقات تاخطم، انتم عملتوا نوع من اعتصام وتسكير طريق لانه طرقات البقاع لقيت انه في كمان مخاطر كتير كبيره، يا ريت فيك تقول لنا شو هي حيثيات هالتحرك بكلمه موجزه. نحن عندنا 193 مليار دولار مدين من موازنة 2019 مخصصين للطرقات الدولية اللي هو طريق دهر البيضر، طريق شمال، والطرقات الأساسية بلبنان. الحكومة كانت موقفتهم، عملنا تحرك، ضغطنا، نحن لجنة من 7 نواب، ضغطنا لحتى قبل البقاع بطل يحس حاله مواطن درجة تاني أو تالتة يموت على الطريق. أولادنا منهم انتحارية لحتى نبعثهم على الطرقات يموتوا على دهر البيضر. أخذت أنا وعد من وزير الأشغال لما كنت قاطع الطريق، انا ما بحق لي كنايب اقطع الطريق، بعرف القانون مزبوط، ولكن بعتذر من مين قطعت له الطريق، ولكن اذا بده يضلوا يموتوا اولادنا على الطرقات، يضل بقاع مهمول، يضل قبل بقاع يحس حاله درجه ثانيه ودرجه ثالثه، والدوله مقصره بحقه، نقطع طرقات واكثر من هيك، لناخذ حقنا. نحن بندفع حقنا للدوله، نحن بندفع ضريبه، نحن بندفع ميكانيك، نحن بندفع كل شيء للدوله، في واجب على الدوله بندفع لها واجباتنا، بدها تعطينا واجباتها. بدي اشكرك النائب سيزار المعلوف، وفعلا كلام كتير مهم، في صرخة ومعاناة كتير كبيرة، والكلام يلي قاله انه مش ممكن انه نستبق احكام القانون. اليوم بالدولة في تخبط، ما عم نشوف انه في خطط، بدل ما نكون اليوم عم نقوم بخطط علمية لنقدر نشجع قطاع بحاجة له لبنان، وخاصة مع يلي عم بيصير بانهيار سعر الصرف العملي بلبنان. هالشي هيدا صار حاجة وضرورة انه نشتغل على مزارعنا، وكان لازم نتصرف بطريقة كتير علمية. رح نتابع هذا الموضوع. استاذ سعيد علامه، يعني حضرتك من المحامين اللي بنقابه المحامين من زمن طويل، بعرف قديش بهمك موضوع حقوق الانسان، كيف شفت الطريقه يلي تعامل فيها الاعلام اللبناني والاداره اللبنانيه مع ملف يلي سمي انه في دجاج خالصه صلاحيته؟ يعني ما شفنا انه كان في ادله علميه، شفنا انه طلع الوزير على براد شاف انه في مواد عمرها من 2019 بهالبراد هيدا، افترض اليوم الشعب اللبناني انه ليه بدهم يخلوهم بالبراد؟ بدهم يخلوهم بالبراد ربما ليرجعوا يبيعون قبل ما يعرف اذا فعلا بدهم يبيعوا هالبضاعه او هالمنتج. طلعت الاحكام عليه، شوهوا صوره شركه فيها 300 400 عامل، وطلعوا بنتائج انه كانوا مقررين يمكن يبيعوا قبل ما نشوف اي نتيجه من مختبر. هيدا الشيء هل هو مقبول انه تبلش بالتشهير قبل ما يطلع قرار قضائي؟ نحن استاذ كريم بهمنا الشركات اللبنانيه، ما في شك. اول شيء بشكرك انا على الاستضافه، اهلا وسهلا فيك، بشكر حضور الزملاء اللي معنا كمان. صحيح، انا بقول شغلي انه بين المستهلك والمنتج نحن خاضعين لقانون اسمه حمايه المستهلك، اللي هو رقمه 659 على 2005، هذا بايام الرئيس اميل لحود وبعهد المرحوم عمر كرامي. نعم. هيدا في 128 ماده بالمواد اللي حكت عن المستهلك والمنتج، في تفاصيل عديده انا ما بدي فوت فيها لانه مجال بحث فيها، بدي اوصل للنتيجه اللي وصلناها، المداهمه اللي تفضلت فيها. طبعا بالقانون في شيء بيلحظ انه في فحوصات، في تحقيقات، في حراسه، في 100 قصه، ومثل ما تفضل سعاده النائب انه نحن ما فينا نلفظ حكم قبل ما القضاء يلفظ حكمه. انا بتساءل سؤال بالموضوع اللي صار، انه هل صار تداول لماده فاسده بالسوق حتى بنينا عليها نحن هالقصه؟ ما صار في، لانه ما في حدا اشتكى انه صار في ماده فاسده طلعت لبرا وتشكينا بموجبنا. حتى نقيب اصحاب السوبر ماركت قال لي ما اجينا ولا شكوى. اضافه لانه المنتج نبيل فهد كان نعم. بكل صراحه نعم صح، والمنتج اعترف انه انا عندي مخازن هولي للتلفه، بس التلف له اصول. وهلا الحكيم بيحكي لنا على الموضوع هذا، لما بنتلف نحن شغلات بدك مكان خاص، بدك اجراءات معينه، بدك تخضع لوزارات معينه، في اجراءات بروسيدور طويله عريضه حتى توصل لقصه التلف. فهن ما نكروا ابدا. صحيح، انا اطلعت عليه، يعني بدك تروح على الزراعه، على الصحه، على الاقتصاد، على البيئه، البلديه بدها توافق، فاذا اكيد في صعوبه انه يقدروا يلاقوا مكان ليقدروا يتلفوا فيه، وبده معالجه، وبعدين اكيد صاحب ارض بفضل انه ما يبيعوا لمكب. وبنعرف المعضله بلبنان، صار لنا 20 30 سنه بنعاني من مكبات عشوائيه لانه ما عم نلاقي حل. هيدا عم نحكي الدوله كلها
وفكروا حتى انه يسفرون على بواخر اليوم، لانه ما عندنا، لبنان بلد صغير وما عم نلاقي مكان نقدر نكب فيه. اضافه للناحيه مهمه جدا بالقانون لاحظها، انه السريه بالتعامل. يعني انا لما بيجي بعرف نوع من هالنوع هذا او باخبار معين، نعم، بحفظ سريته، هذا بدقق فيه، بحقق فيه، بعمل فحوصات اللازمه، بعدين بصدر قراراتي. مش انه بنروح على التلفزيون بنظهر انه نحن كشفنا هالمستودع ونحن خلص فضحنا الدنيا كلها سوا، تشهر بالناس، انحرموا الناس اكل الدجاج مع انه ما في محل ابدا الا مسوق هالفروج كان، فضرينا العالم، ضرينا المستهلك، ضرينا عائلات بترتزق من هالمؤسسه هي. كان في تسرع بالموضوع. طيب مين بيعوض لهم لهالشركه هيدي؟ هلا هيدي خاض على القضاء، بترجع التشهير والتعويضات وشغلات، يعني ممكن اجراءات ثانيه بترجع. قد ما كان كبير التعويض، هل بيقدر يعوض الضرر المعنوي؟ ضرب ضرب ضرب، نحن شهرنا بحالنا، يعني نحن نظره العالم لنا، نحن بهمنا صوره لبنان مش بس الشركه، الشركه لبنان. اكيد خلص انضرت، بس صح. عم نحكي صوره لبنان وصوره الغذاء بلبنان، صوره السياحه. صحيح. اليوم المطاعم الناس ما بقى تاكل لحم من غير شر، كانوا يقولوا انه لبنان في مزبله ولبنان في عنا مكبات، هلا اليوم صرنا كمان انه بالدجاج كمان صار بدنا نشهر، وبعد ما طلعت النتائج وما تبين انه بعد ما في ولا قضيه وحده، وبعد ما لحد اليوم المختبرات حتى في بعض المواد يلي خلص التحقيق فيهم وتبين انه كانوا صالحين ومطابقين. صحيح. ما رجعنا شفنا الحمله الاعلاميه والاعلانيه يلي واكبت المداهمة فاتت على براد للتلف. طيب هل عملنا احكام مسبقه للاسف؟ طيب هل إلى حق الاداره الوزير يطلع شخصيا او لازم يطلع متخصصين من وزاره الاقتصاد او يكون في اطباء بيطريين ناس متخصصين يروحوا؟ في شيء بالقانون اسمه لجنه خبراء بيروحوا اول شيء بيبحثوا الموضوع، ما بنطلع بالاعلام، نحن بالسياسي نطلع بالسياسه نحكي بموضوع صحي، موضوع مستهلك، موضوع بضر الناس، هيدا في سريه بالموضوع، مش بهالشكل اللي طلعت، هيدي اساءت لانها اكثر ما نفعت. يعني افترض انه كانوا مزبوطين ما بيسووا واعترفوا المنتج، بس في ناس طالعين بشعار بجنن انه حمايه المستهلك، كل ما بتحكي واحد حتى في كتار من النواب اللي حكيتهم قالوا لي حمايه المستهلك هيدي شغله دقيقه. معلش يسمحوا لنا وزاره الاقتصاد، لانه وقت ما نحكي بحمايه المستهلك في امور كثير مقصره فيها وزاره الاقتصاد، بيقولوا لك الجهاز تبعهم قليل، الجهاز مش كافي، مش مبرر. هيدي فضيحه من هالنوع، اساءت لكل لبنان وسمعتنا بالخارج اللي صارت هي. فهذه كان في مفروض نتفاداها وندقق فيها أكثر من هيك. لما يقولوا لك واليوم يطلع مضلل للرأي العام، يعني شاف ناس طالعين عم بداهموا براد، بالنتيجة طلع مضلل للرأي العام، لأنه مفكر أنه الدجاج اللي عنده بالتلاجة عم بكبه، فكر أنه ما بقى لازم يأكل دجاج، بالوقت أنه بس كانت مداهمة على براد تلف. هيدي بس أنا مضطر أني أحكي هالشي، ما بدي يكون في انتقادات من الرأي العام اللبناني. في مليونين لبناني عملوا إداني وعملوا أحكام، طلعت كل تلفزيونات لبنان، إذا قدرنا نعطي مساحة للناس اللي تضرروا من هالموضوع وهو لبنان والسياحة بلبنان والمطاعم وكل القطاعات، وصار في ارتدادات على كتير من الشركات الأخرى، لأنه الناس ما بتسمي شركة بعينها، بتقول كل الجيش فاسد وكل لبنان هيك. فمن مضطرين أنه نعطي حق ونقول يا وزارة الاقتصاد، يا حماية المستهلك، أي لجنة يلي كانت، عملوا معروف لازم أن يكون في دقة بالموضوع، نكون في عنا دراسات علمية. ما بيمنع أبدا نكون حريصين على المستهلك كمان، أكيد نحن يعني. أكثر ناس حريصين بناء على حرصنا عليه، عم نطالب أنه ما يكون في إلا الشفافية والحق. عماد أزون أهلا وسهلا فيك، حضرتك من الناس اللي بيشتغلوا بموضوع الزراعة، بس خليني بلش بالبداية، كناشط بالثورة عندك حضور، عم تشتغل بهيدي المنطقة، قبل ما ادخل معك على المؤسسات الزراعية يا ريت فيك تقلي وين واقع الزراعة، شو هي دراساتك الأكتوارية على الأرض تفكرت تدخل إلى هذا المجال عن جديد؟ أول شيء بمسي عليك وبدي عايد اللبنانيين كلهم من هالمنبر. في كتير ناس استغربت كيف أتحت لنا الفرصة أستاذ كريم، أنه صحيح نحن والأستاذ سيزار أو أستاذ إيلي والأخوان، لا مفتوح الـ OTV هواها للكل ومعروفة وهيدي بشهادة الكل. بشكرك على هيدي المبادرة وإضافة للمعايدة، بدي أتمنى الصحة للصليب الأحمر اللبناني اللي بزحلة، وقل لهم الله يعطيكم العافية، ونحن حدكم كل لبنان حدكم مثل ما أنتم حدنا. اثنين، بالنسبة للموضوع الزراعي، نحن صحيح
عنا نملك من الأرض الزراعية بالإرث عن الأهل، ويلي بيفهم أكتر ومتبني هذا الموضوع تصور في عندي خاي محامي قد ما تعلق بالأرض وبتهمه الموضوع الزراعة هو يتبنى هذا الموضوع، فأنا ملم ولكن لست بالمباشر بهذا الموضوع، ولكن عندي الخبرة الكافية وأنا هون لحتى أوجه رسالة للمطالب، لمطالب المزارع. بالإضافة للفكرة اللي كنت عم تطرحها حضرتك ببداية الحديث بدي أعقب عليها، في مجموعة من الأشخاص اللي كنت أنا عم فكر أشتغل معهم بالموضوع الزراعي بلبنان، هني أصدقاء اللي وإنشاء بعض المؤسسات الزراعية اللي ممكن تكون عامل نقدر نستقطب فيه الشباب، خلق فرص عمل وعامل إضافي لإيصال صورة لبنان. ومثل ما قال خينا النائب الأستاذ سيزار أنه البقاع هو إهراء روما، ولبنان عصب أساسي الزراعة فيه، كلنا بناكل من الزراعة، بيروت بتستورد الزراعة من البقاع ومن عكار ومن الشمال ومن الجنوب، يعني الزراعة عنصر أساسي. أنا بتمنى عليك من خلال منبرك الكريم نقدر نسلط الضوء على بعض مطالب المزارعين بحد ذاتها، ومن ثم الانتقال إلى المحور الثاني اللي حكيته حضرتك. أنا بدي أعقب على اللي حكيته واللي قاله الأستاذ سيزار واللي قاله بس أنا كمان مضطر هيك أطرح عليك سؤال، يعني أنت من تيار المستقبل أو مقرب من تيار المستقبل وكمان اليوم على الأو تي في وكنت بالثورة، يعني مش بس التناقض يلي تفاجئوا أنك معنا، بس كمان في كتار طرحوا علي السؤال أنك كنت فوت على هذا المحور دغري ولا خليني بفوت بالزراعه شوي. بالزراعه وبعدين بالزراعه بعد ما قال الاستاذ الكريم الصديق الحبيب انه انا بدي اقول لك صحه المواطن خط احمر، مع احترامي للي كل شيء طرحتوه كل شيء حكيتوه، اكيد نحن مع احقاق الحق وبدنا ننتظر، وما بصير نبني الا على شيء مقتضاه، بدنا ننتظر التحقيقات، ولكن بالنهاية وبالبداية وبالأخص صحة المواطن خط أحمر بلبنان. صحيح. صحتنا وصحة أولادنا وصحة عائلتنا. بس أنت ابن قانون وأخوتك محامين وكل عائلتكم، شو 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 ردك وكيف بتقيم يلي ما تزعل، يعني أنتم إعلاميين، أنتم إعلاميين، بس بدنا نوجه رسالة بهيدي الناحية. شو تقييمك للي صار؟ ننتظر ننتظر القانون. نحن جماعة بدنا نحكي حق، بدنا نحكي عدل. انت طالع بهيدي الحلقة وقلت لنا نحن بدنا نحكي عن كل الظلم او جزء من الظلم اللي فينا نحكي عنه. صحيح. ما بصير نظلم قطاع كبير بلبنان، ما بصير نظلم اي قطاع بلبنان. لبنان انا عم بعطيك مثل، انا وبعض الاصدقاء اللي كانوا ناويين، يمكن كانوا ناويين نشتغل بالمزارع، في قسم من الشباب البقاع فيه 36 مزرعة بين بيض ودجاج وما الى ذلك وابقار طيب ما خلونا ننتظر، ما بصير الأحكام العشوائية، ما بدنا نفترق. طيب أنت شركائك يلي بالخليج هل ترددوا؟ هل صار في تململ من بعد يلي سمعتوا عن هالشركات هيدي والطريقة اللي تعاطت فيها الدولة؟ صار في تململ من أصدقائنا ومن غير أصدقائنا، هيدي نقطة بتنقذ العالم. نحن بلبنان عم نجرب بهيدي الفترة نستقطب بهالظرف الصعب، استثمارات وأصدقاء وسياحة وما إلى ذلك. خلونا على طول ننتظر قبل ما نصدر احكام عن النوايا. وبرجع بقول لك انا اكيد مداخلتك كانت عظيمه، ولكن بالنسبه لي انا كشخص عماد رفعت ازهون، صحه المواطن هي خط احمر قبل اي اعتبار، قبل المؤسسات وقبل الاعلام وقبل السياسه وقبل التجاره وقبل الزراعه. لقيت انه الاعلام تعاطى بمهنيه بهيدا الموضوع؟ بدك رايي او كيف في تدخل؟ تفضل. بدك رايي؟ لا، أنا بصراحة أنا من الناس يلي بتعرف بحبوا الإعلاميين ويلي بيعتبروا الصحافة إن كان مكتوبة أو مقروءة أو هيدي سلطة رابعة وخط أحمر، ولكن تسليط الضوء لتدمير قطاع معين أو عائلات معينة أو جزء، هذا كله يترتب عليه انحدار بنواحي معينة. نحن كشباب، أنا كإنسان عم بشتغل مع الشباب عم دور لحط للاقي فرصة عمل فوت فيها واحد شاب وعائل يصرف على أهله يصرف على بيته، ما بصير نضرب قطاعات عامة قبل ما ناخد قبل ما ناخد. مثل ما قال سعادة النائب عن هالشركة 25 سنة و300 400 عامل، حرام. بغض النظر عن الشركة، مش 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 عم نجيبها، هو عم بقول مثل ما تفضل. نحن عم نحكي بغض النظر. صحيح. لو سمحت. صحيح. فهيدي نقطة بالنسبة للإعلام بتمنى تتصوب. على طول ننتظر الأحكام، ننتظر الإثباتات، ننتظر الوقائع ويبنى على شيء مقتضى بالنسبة لهيدي النقطة. بحط تكمل على المطالب تبع المزارعين. اتفضل. طيب. بكلمتين لأنه رح يصير معنا النائب. أنا أول شيء أنا كنت أنت مطلعني من البقاع سكايب. صحيح. فأنا ما طلعت
من البقاع قلت لي تعا حبينا تكون معنا وانا وجاي بوعدك انه على الطريق من البقاع لهون ولا ضو ما في عليه نحن هلا هون عندك بس بدنا نحكي حق ولا ضو ما في من البقاع لبيروت يعني بدنا نطالب المستثمرين يجوا بدنا نحرمهم ما عندنا بعض مش بس المستثمرين بدنا نطالب السياسيين نحن جايين نحكي مع بومبرك انت زلمه بتحكي سياسي تتعاطى الشان العام والشان السياسي اضافه للشان الصحه يعني فهيدي اثبات انه الحمد لله المطلوعنا من البقاع يمكن كانت قطش الخط لهيك بتمنى تعطيني بعد ما يخلص الدكتور صحيح. النقيب تعطيني موجز احكي فيه عن الثورة اذا بتحب ولكن هلا عندي خمس مطالب اكيد الثورة اصلا يعني. كمان من المطالب هي انه نشيل الظلم هلا هذه حقوق الانسان حقوق الانسان استاذ كريم اشارت لشيء قلت انه انا بتيار المستقبل انا بدي لا لانه خيك كان كل عمره المرشح الثابت ووالدك وبيتكم سياسي انسحب لسعد الحريري ببيتكم بقبل ياس يعني خليني نحكي عن هيدي النقطه لحالها اذا تريد لا خليني اخذ بس النائب الوزير السابق المحامي إلي ماروني ورح ارجع لك نائب لانه بدنا ناخذ منك خلاصه اللي عم بيصير لحضرتك الخبير بهذا الموضوع مساء الخير سعاده مساء الخير مع الوزير اهلا وسهلا فيك مساء الخير لك ولضيوفك ولكل المشاهدين مساء الخير لك ما عليك سمعت شوي اللي عم بيصير في اشياء غير مقبولة عم نسمع فيها بالبلد بعض في ناس اليوم عندهم الجرأة انه يقولوا لا في اخطاء كتير كبيرة ما فينا ندمر قطاع بكامله شو رأيك هل بيأثر وخاصة انه حضرتك كنت وزير للسياحة منعرف انه بالميدي دولا فرانس وبالسود دولا فرانس في مناطق الناس بس بتروح مثلا على شامباني لتزور ارض زراعية لتشوف كيف بيزرعوا الناس قديه هالموضوع هيدا بيأثر وبيعطي صورة سلبية للمجموعات يلي عم بتفكر كانت تجي للسياحة الى لبنان يعني خليني أقول أنه نحن للحقيقة الله وهبنا كتير مميزات ليكون في عنا طبعا عم بحكي عن الوضع الطبيعي مش وضع كورونا ليكون عنا سياحة دائمة على مدى 365 يوم ولبنان بيتمتع بكل هالمميزات اللي بتحطه بمصاف الدول الأولى سياحيا وهو عضو بمنظمة السياحة العربية وعضو بمنظمة السياحة العالمية ونحن لكن الحقيقة انه بينقصنا كتير اشياء من بنية تحتية مثل ما كان عم يحكي صديقنا استاذ عماد ما في انارة على الطرقات ما في طرقات ما في اتصالات بكتير مطارح بتضل مقطوعة ولكن نحن كمان عم نخرب على سياحتنا نحن بهالوقت العصيب بحاجة كتير لنضوي على الاشياء المفيدة والاشياء الحلوة بوطننا للأسف انه صايرين وين في حدا انتحر حدا قتل وين في بضاعة فاسدة وين في فساد بنسلط الضوء عليه بطريقة انه عم نفزع المغتربين يجوا وعم نفزع السواح يجوا بغض النظر عن القضية اللي عم تحكوا عنها كان محقة او غير محقة وكانوا فيها افتراء وتجني وكانوا فيها قطع حزام او كان حقيقة ساطعة هذه بتركها للقضاء ببررها لكن صحيح. سياحيا نحن فزعنا العالم من مطاعمنا فزعنا العالم من مؤسساتنا من السوبر ماركت من المتاجر يمكن في تاجر فاسد بس مش كل لبنان فاسد مش كل المطاعم فاسدة عندنا مطاعم بنشوف حالنا فيها عم تطلع الأولى بالعالم العربي وعالميا من هالمنطلق بتمنى يا ريت مراعاة الظروف لأنه اليوم ما بقى عندنا منقذ إلا أشياء قليلة ومنا السياحة نصور الأشياء الحلوة نصور الأشياء المفيدة نصور نخبي شوي إعلاميا هالأشياء اللي بتضر بسمعة لبنان بالخارج حتى نقدر نجيب سواح ومغتربين على البلد وحضرتك كمحامي مش بس كوزير للسياحة بتعتقد انه الطريقة يلي صارت فيها البروسيدور يلي تدخلت فيها الإدارة كانت على حق ولا لا؟ يعني أنا ضد الشعبوية والاستعراضات بأي مداهمة أنا من أنا وصغير قبل ما أكون وزير قبل ما أكون نائب كنت أسأل ليش لما الدرك بدهم يجوا يعتقلوا حدا بزمره
بيزمروا له ليهرب يعني، او ليشوفوا كل العالم انه هن عم يعتقلوا حدا. اليوم قبل ما ندين العالم وقبل ما نخرب له بيته ونخرب له اقتصاده وندمر مؤسسات، خلينا نوقفهم على السكت، نحقق على السكت. اذا طلعوا مدنين وطلع عليهم مسؤوليه ان شاء الله بنعلق لهم المشانق، مش مساله هيدي، مش مناقشه. بس اذا بكره طلعوا ابرياء كيف نحصل لهم كرامتهم؟ يعني هون عم بيكون في مرات في افتراء، في قدح وزم، كرمال مسؤول يطلع على التلفزيون معه شويه استعراضات مسلحه انه هو عم يشتغل. نحن مع الشغل وبدنا المؤسسات تشتغل، بس ما بدنا كرمال واحد يظهر ندمر مؤسسة ونسكر مؤسسة ونزيد عدد العطلية عن العمل ونضرب البنية السياحية بالبلد. شكرا معالي الوزير. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك دكتور. تأخرنا عليك وإنما كان لازم أنه نستمع لكل هالشيء. خليني بلش بموضوعنا وبدي أدخل على الأطباء البيطريين. الثروة الحيوانية بالبداية بلبنان، هل عندنا ثروة حيوانية فينا نعول عليها تنخلق اقتصاد وصناعة وزراعة؟ وحضرتك من الناس يلي كل يوم بتشوف هالمؤسسات هيدي بتطلع بتفحص وغيره. مساء الخير أول شيء لك. أهلا وسهلا فيك حبيبنا. الثروة الحيوانية، القطاع الثروة الحيوانية بلبنان أكيد فينا نعول عليه ليكون متطور أكثر، يكون منتج ويأملنا اكتفاء ذاتي لبلدنا ومن دون ما نعوز استيراد من الخارج. هلا بخصوص اللي عم بيصير بقصة اللي حكيوا عنها حضرتك نقيب للأطباء البيطريين، عندي سؤال. الجيش اللبناني بيشتري من هالشركة، ما بدي اسميها من أي شركة، إذا اشترى من شركة مفترض يكون في رقابة غير اعتيادية، وأنت من الناس اللي بتراقب. كوني بنفس الوقت أنا براقب بمراقب صحي للحوم اللي بتاكلها الجيش اللبناني. نحن بالمسالك حتى بهيدا المسلخ اللي عم تقلي عنه بنكشف عليه قبل فترة الذبح وأثناء فترة الذبح، وبيكون في لجنة تانية كمان طبيب زميل لألي بيكشف بعد عند الاستلام لهيدي. فإذا ما بيكون في تشوهات لا أو يكون لا، نحن لأنه بموضوع بهذا الموضوع نحن ضابطين على أكيد ما فيها أبدا. يعني طب أنت خايف على هالقطاع من بعد ما تسمع الكلام اللي عم تسمعه، هل متخوف من شيء ما؟ لأنه أنا ماني متخوف، أنا بس بدي أعطي دور هون للطبيب البيطري بالأخص بهذا القطاع. يمكن في محلات معينة ما عم يكون دور واضح للرأي العام. نحن كأطباء بيطريين نحن شغلتنا واختصاصنا المحافظة على صحة الحيوان من أجل المحافظة على صحة الإنسان. يعني نحن لما نعالج هيدا الحيوان ومنتابعه أنه يكون بصحة سليمة بيوصل للمستهلك بصحة سليمة. أما إذا ما تتابع، ولهالسبب كنا قمنا بزيارة لمعالي وزير الزراعة وكان طلبنا منه أنه يشدد بموضوع إجبار كل المزارع فرض والتعاقد مع طبيب بيطري للكشف ومتابعة هالحيوان قبل ما يوصل للمستهلك. لأنه وهل جاوب معكم؟ نعم كان في تجاوب كتير من معالي. فإذن المزارع بيكون عندها طبيب بيطري؟ نعم على طول، على طول بيكون في طبيب بيطري. هلأ في محلات أكيد بيصير في ثغرات، نحن عم نتابعها والوزارة عم نتابعها، والبلاس أنه المسالخ كافة المسالخ في قرار من وزارة الزراعة أنه إجبار وجوب طبيب بيطري يكشف على اللحوم أثناء وخلال فترة الدم. ممكن أنه يتساهل طبيب بيطري معقولة يوم يلي بيكون عم بيعاين مزرعة أو مزرعة دواجن أو أبقار أو غيره، لأنه هاي دول بالنتيجة نحن سلامة الغذاء وهو كلهم سلامة الغذاء موضوع كتير أساسي، والأطباء البيطريين بوجه لهم تحية. هنن ما ممكن يتساهلوا، ما ممكن يتساهلوا، لا بالعكس هنن دورهم رقابة ولمعالجة أي شيء بهيدا الخصوص. نحن دورنا أساسي برصد الأوبئة المشتركة بين الإنسان والحيوان، وهيدا الدور بيخلينا نكون عندنا مصداقية بالتعاطي
مع لانه صحه لأن صحه الانسان هي من صحه يعني صحه الحيوان. اذا قلت برجع بعد لك اياها، اذا ما كان متابعه وكان بصحه جيده بيوصل للمستهلك بصحه لابد. وحتى الحيوانات الاليفه اللي موجوده بالبيت يعني يجب كمان متابعتها، ولهالسبب نحن بنتابعها لانه في امراض كثير مشتركه، امراض جلديه، امراض. لابد نطرح عليك هالسؤال اليوم ما دامك معنا نقيب. هل ما دام كمان عم نحكي بالكورونا، هل فعلا انه تقدر تنتقل العدوى من الحيوان للإنسان لأنه صار في حالة هلع من بعد اللي صار بلندن، حادثة لندن؟ بالنسبة لهذا الموضوع نحن طلعنا وقلنا قبل وبنرجع منكرر، الإصابة عم تكون بس عبر العالم كله عنا 10 إصابات. يعني أول شيء ما فينا نرتكز على 10 إصابات، أكيد في بتنتقل من الإنسان للحيوان، ولكن عم تنتقل للفيلين أو للقطط وكل شيء بكل شيء من يعني الأسود، النمورة، الفرت، النمس، كل شيء من فصيلتها، ولكن ما تنتقل للإنسان. وما عندنا بعد ولا إصابة منتقلة من حيوان لإنسان. بهالخصوص أنا بطمن المشاهدين إنه نحن كنقابة أطباء بيطريين متابعين هذا الموضوع لحظة بلحظة مع الخبراء واللجنة العلمية مع المنظمات العالمية اللي هي الأوائي، منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية لصحة الحيوان، و WHO والوسافة، اللي هن عنا خبراء حتى موجودين، أطباء بيطريين موجودين برا عم يساعدونا بهالموضوع. فبطمن إنه ما تخافوا من حيواناتكم، حافظوا عليها. ومزارعنا كمان ما تخافوا، ومزارعنا الأطباء متابعين كل المواضيع. أكيد بيصير في ثغرات، ولكن ما لازم نضرب القطاع بشكل عام ونقول نشوه سمعة القطاع كله انه كله ما بيسوى. لا، اكيد في مزارع كتير منيحة وكل الاكتريتها عم تتابع وعم تتراقب من كافة من اطباء بيطريين. وهون خاصة نوع عن الجيش اللبناني يعني، وهون يعني يا ريت على تسمح لي هيك وصل مسج ل الدولة أو للحكومة إنه في عنا كتير محلات وأماكن فيها لازم يكون فيها أطباء بيطريين، هي وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد، لازم يكون في أطباء بيطريين، لأنه نحن دورنا الأساسي بالإشراف وعلى اللحوم وعلى الحيوانات وعلى سلامة الغذاء. من ضمن سلامة الغذاء. نعم. وبدي كمان تحية للبروفيسور رياض ساركيسي اللي كان لازم يكون معنا، حكوم بالحلقة الثانية لأنه صرنا اختار يعني شيء بيكبر كمان القلب. بيكبر القلب أنه عبر الكلب صار فينا نقدر نكشف على الكوفيد، وهيدي دراسات عملت شركة رويال كانان بفرنسا وحتى بلبنان عم بيساعدوا كتير الشركات العملاقة العالمية عم بتحط، لأنه معروف قدي سلامة الغذاء مهمة للكلاب، وهالكلاب هيدول عم بيقدروا يهينوا ويسهلوا علينا حياتنا. بهالخصوص بدي أحكي نقطة أنه قدي الحيوان دوره عم بيكون أساسي لحمايتنا ولكشف الكوفيد عنا، قدي نحن عم نكون ظالمين وعم نسمم. وإذا شفت حالات التسميم للحيوانات بكافة للكلاب الشاردة والبلدية بعتقد عم ترجع تغير، ولكن بهذا الموضوع كان في عنا اجتماع مع معالي وزير الداخلية وأصدر تعميم لكافة البلديات أنه عدم تسميم الحيوانات الشاردة أو الكلاب المتواجدة، لبل التعاون مع نقابة الأطباء البيطريين. نحن كمان قدمنا تسهيل أنه نقدر ان بالكوست يعني التكلفه اللي بتقدم علاج لهيدي الحيوانات لحمايه المواطنين اللي موجودين بهيدا المنطقه. استاذ كريم يا ريت نستفيد من وجوده بس يفيدنا عن تلف السلع الفاسده، هل لهم اشراف عليها؟ تلف في عندكم اشراف انتم على التلف؟ وزاره الزراعه، اختصاص وزاره الزراعه، يعني انتم بتهتموا بكل السلسله بس وقت التلف بتهتم فيه وزاره الزراعه. فيها تكلفه هيدي، فيها تكلفه كثير عاليه، تكلفه كبيره طبعا. فإذا أنتوا رقبتوا بتراقبوا يلي رح ينبيع أو رح يستهلك، يلي في تلف منه وزارة الزراعة. ممتاز، وزارة الزراعة كمان في ثروة حيوانية بوزارة الزراعة هي بتتابع موضوع التلف يعني. أكيد رح أخد لو سمحتوا وقفة إعلانية بنرجع منتابع معنا. رح يكون معي أيضا بالفقرة الثانية رح يكون معي صنط عبيد ونتابع حديثنا بعد ونتابع حديثنا أكيد، وكمان رح أخد مداخلة من الدكتور محمد فران يلي هو أستاذ علم الدواجن في الجامعة الأمريكية في بيروت، كمان ليحكينا عن موضوع الايزو والشركات يلي حائزة على هيدا اللبال ايزو. خليكن معنا.
عودة للمنبر. بدي أرجع حييكم، أهلا وسهلا فيك الخبير العقاري صنط عبيد، عندك شركة عكارات دوت نت. هل فعلا في صعوبة أنه نقدر نشتري أرض لنقدر نعمل مطمر أو نبني محرقة أو غيره، خصوصي أنه حضرتك من الشركات يلي تشتغل لناس بالخارج بيتصلوا فيك، موقعك عنده مئات الألاف من الناس يلي بيدخلوا عليه، قدي صعبة؟ وكمان السؤال اليوم مين بيقدر يشتري، وهل يلي بده يبيع عقاره بيقبل يقبض شيك موكير ولا يقبض كاش ولا كيف بتصير العملية؟ خليني جزئها بالبداية، شو هو التصنيف يعني بين أرض زراعية أرض صناعية، كيف بتاخد الاستثمار؟ وبعرف أنك مستشار لأكثر من بلدية ومن ضمنهم كبار البلديات مثل الزوق، يعني حضرتك مستشار لهالبلديات هيدي، أعطيني بس كيف بقدر استحصل على رخصة تقدر ابني مطمر، لأنه صار عندنا كارثة، صار في تشهير لأنه الجماعة ما عم بيقدروا يلاقوا مطمر، في صعوبة، ما بعرف قديه هالموضوع حقيقة هو إهمال ولا فعلا ما عم بيلاقوا. أول شيء مساء الخير أستاذ كريم، مساء الخير للمشاهدين. نعم فعلا تنلاقي أرض نعملها مطمر نعم كتير صعبة، وقبل بمرة من تقريبا سنة سنة وشي اجت أكثر من شركة حبت تاخد أرض تتعملها مطمر لمواد عضوية، كل ما نلاقي عقار سعره تقريبا منطقي ما كنا ناخذ موافقة من رؤساء البلديات، بيقول لك اخي انا ما بدي اطمر هون مواد عضوية وكأن مواد سامة. وتاني شغلة او مصرط او صح، وتاني شيء بيقول اصحاب العقارات المجاورة بيقولوا لا يا اخي نحن هبطنا من قيمة العقارات تبعوتنا، ويمكن معهم حق وما منع منقول شيء مبرر اكيد طبعا، لانه اذا كان المتر حقه فور اكزامبل 100 دولار اذا صار في شيء تمر حد منه راح يصير 20 و10. مشان هيك كنا نواجه صعوبه كثير قويه، ما قدرنا لقينا اي بلديه تقبل نعمل تبيعنا ارض نعملها مطمر لمواد عضويه. لو كانت مصنفه صناعيه ما بعرف شو 2 3 4 صناعه، فئه اولى فئه ثانيه فئه ثالثه، اول شيء فايده بتفسر اول شيء بتصنيف الاراضي في عندنا زراعيه اللي هي تقريبا كأنها محمية، وهيدي ممنوع يندفن فيها أي شيء. قديها 5% فيك تعمل عليها؟ في 5% وفي 2% وفي بعض المحميات 0%، هيدي ممنوع نعمل فيها أي شيء. تاني شيء عنا التصنيف اللي هو السكني تجاري، كمان هيدي ما فينا نعمل فيها شيء. وإذا لأنه بتأثر على شو؟ على المياه الجوفية؟ طبعا بتأثر على المياه الجوفية. طب وين فيك تروح؟ طب بدنا ندفن بدنا نطمر وين إذا شركة يعني بدها تعمل وين بتروح؟ ما في لبنان بلد صغير شو بدك تسفرهم؟ وين بتروح؟ في الوحيد لا، إذا هني عندهم ضمير وما راحوا عطوا واحد 200 دولار قالوا له خذوا بالكاميون كبهم ببرش حمون، يعني هيدي لأنه كمان في معايير أيزو، لأنه شركة بتحترم حالها، مش عم نحكي عن هاي بالتحديد، الشركة اللي بتحترم حالها مضطرة تروح على مطمر، بدها كمية كافية، يعني اليوم إذا عندك 30 مسيحة. 40 طن هني استهلاك شهر واحد بدهم 100 طن تيبلشوا يشتروا ارض تتوفي معهم حقها مليون دولار، وين بدنا نوصل تنقدر نشتري ارض؟ استاذ كريم نعم تتكون قانونيه وتتكون ما فيها ضرر لازم تكون قريبه من البحر، قريبه من البحر انت بتعرف شواطئنا هيك حق المتر بال 2000 3000 دولار و1000 دولار مينيموم 1000 ماكسيموم 3000، اكيد مش رح يطمروا هونيك. يعني اليوم في طب المناطق الصناعيه قديه اسعارها؟ ما يعني بدك تحكي بين 800 وال 1000 دولار المناطق. حسب قريبة من بيروت، واذا بدنا نطلع صوب البقاع بدنا نبلش ما تقربوا ما تقربوا على البقاع بهيدي القصه كانه كارثة. يعني بالبقاع يمكن ارخص بس بيصير في عنا المواصلات من بيروت لفوق مكلفه كوقت وكمصاري، مشان هيك في مشكلة كبيرة بأراضي للتمر. وحتى لو بدنا نفوت على محارق اليوم إذا فتنا على بعض المدن الصناعية مجرد ما تقول لهم بدنا نحرق مواد عضوية دغري بيقولوا لك لا يا خي نبيئة ونحن هلا بده يطلع انبعاثات رح يطلع فينا تلوث و و و بزيادة اللي عنا، يعني مع أنه يعني في مشكلة كبيرة. اشتغلت عليها هالعملية هيدي من كخبير من عقاري من سنة اجانا حدا بده كان عنده
عم بفتش هيك اشياء بده عملت برمي وجربت طبعاً وحاولت طبعا من الساحل لا تقريبا قريب من الجرد. اول شيء مطمر ما بيصير بس نعلي ما بيصير بنلوث مياه جوفيه يعني نقرب صوب الوديان كمان ما بيصير يعني الارض في خريطه لمياه جوفيه بالارض صرنا نمشي بيناتهم مثل بعض عم يمشي بين الالغام وما كنا ليه. لو سمحت رح ارجع معك بموضوع كيف بينشر والشيك بانكير وهيك تقدر كمان وضح للمشاهدين قديه الصعوبه. بس خلوني اخذ الدكتور محمد فران استاذ علم الدواجن في الجامعه الامريكيه في بيروت. مساء الخير دكتور. دكتور فران هي الله معك مساء الخير. اهلا وسهلا فيك. بدي اشكرك. حابب فوت معك بموضوع الايزو والشركات يلي بتستحوذ على هاللابيل هيدا. يا ريت فيك تفسر لنا هل بيقدروا يغلطوا وشو هي المعايير يلي مجبرين انه يعتمدوها من ناحيه السلامه والجوده والنوعيه والنظافه عن الهيجين كمان ليجيان. تفضل. اوكي مسيك بالخير استاذ ومساء الخير لضيوفك ومساء الخير ومساء الخير للمشاهدين وكل عام وانتم بخير جميعا. ما في شك قطاع الدواجن مثل ما بتعرف حضرتك ومثل ما بيعرفوا المشاهدين هو قطاع مميز بلبنان وصلنا فيه تقريبا الى مرحله الاكتفاء الذاتي. يعني وصلنا لمرحلة فيه لا نستورد أي شيء من الخارج من المنتوجات الجاهزة للأكل للمستهلك اللبناني ويفترض علينا نحافظ على هالقطاع برموش العين. أكيد برموش العين لأنه الواقع حسب ما أنت بتعرف هلأ ومثل ما شايف الواقع سيء جدا بكل لبنان للأسف بالقطاع الزراعي وكل المسؤولين السياسيين والاقتصاديين والخبراء بيقولوا إلى الزراعة دور وكلنا العالم دايرين على الزراعة. أهلا وسهلا. مهمتنا نحن نوصل لهالشيء هيدا. هلأ سلامة الغذاء شغلة كتير مهمة لحتى نوصل إلى المستهلك اللبناني نوصل له اللقمة الطيبة السليمة صحيا وغذائيا إلى أكله. من شان هالشيء هيدا خليني بس بقطاع الدواجن ما بدي أحكي عن القطاعات الزراعية لأنه عندنا مشكلة اليوم بقطاع الدواجن وخاصة ما عليه بدي أسمي شركة شومان ليبول يلي تعرضت لها العملية هيدي وكل الكلام يلي ويكب يلي سمعتوه بكل وسائل الإعلام. ياريت فيك تقلي كمان أنه مستحوذين على أيزو هيدا شو بيعني كمان. خليني أقول لك بس إن كان هالشركة هيدي بالأخص أو الشركات الثانية بلبنان أهم شغلة فيها هي سلامة الدواجن وسلامة التربية بالمزارع وهون في عنا شيء بنسميه بالإنجليزي البايو سيكوريتي ميجرز. يعني من لما ما بيفوت السوس أو الفروج الصغير أو الجاجة البياضة هو من عمر يوم حتى تاريخ الذبح بيكون في معايير للسلامة العامة نعتمد فيها المبدأ الأساسي اللي بيقول درهم وقاية خير من قنطار علاج يلي بنوصل لمرحلة هالمنتج سليم إلى حد ما 100%. بعد ما يخلص هالمنتج بدي روح على المسلخ. من المسلخ بتم فيه كمان معايير معينة. هذه المعايير مش من مكان في يعطيها في شركات عالمية متخصصة مثل الاس جي اس بيرو فيريتاز وهيك شركات تانية متخصصة بإعطاء هالشهادات بيعطوا اللي بتسميه الايزو 22000 يلي هو هيدا يعتمد على معايير وعلى مقاييس حرجة بقلب المعمل. بيجوا مسؤولين من هالشركات اللي ذكرتهم أنا بفوتوا على هالمعمل أو بفوتوا على هالمصنع أو بفوتوا على أي شركة تعتمد على صناعة الغذاء وبشوفوا وين النقاط الحرجة وين محتمل لازم يصلحوا بيصلحوا بناء على بس هالشركة هيدي أو هالمؤسسة توصل لقناعة معينة أنه خلصوا كل استجابوا لكل المعايير
بيعطوهم هالشيء اللي اسمه الايزو 22000. شكرا 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 دكتور. عفوا بدي كفي لك بعد شغله معينه. هولي هالايزو 22000 بدها تضل الشركات تتابع بشكل دوري على هالمؤسسات وبترجع بتجددها كل 3 سنوات. بخلال هال3 سنوات في موظف بهالشركه مسؤول مباشره عن انه يعطي تعليمات ومعلومات لهالشركات شو اللي عم بيصير. حتى البرادات في داتا لوجر بيكون هونيك، اذا الحراره نزلت عن درجه معينه بتسجل، وهالشركات بدها تعطي تقرير بالنهايه. ما في مين مكان يجي يقول هيدي خربانه وهيدي مش خربانه. حتى بالنسبه للتلف اذا بدهم يتلفوا يا بيقرروا هيدا بيكتبوا عليه للتلف بناحيه من البراد معينه، او بيكون عليه تاريخ معين او ديتد بنسميه. هلا هون بده ينسال هالشخص هيدا يلي بقلب هالمؤسسه مع هالمؤسسات الثانيه اللي عطت الشركات اللي عطت هالايزو، ويتحقق بالموضوع قبل ما نطلع على الاعلام ونحكي اي شيء، لانه هيدا بضر بالمستهلك اللبناني قبل ما يضر، وبضر بالاقتصاد اللبناني قبل ما يضر بصاحب شركه معينه. صحيح، وبضر بصورة لبنان. شكرا جزيلا. شكرا. بدي اختم مع كل واحد كلمة. هل بعد في ناس عم بيبيعوا بشيكات او كاش؟ اول شيء بدي اتوجه بكلمة نقول يرحم اللي ورط. انا بقول يرحم اللي ورط من بعد 1914، من بعد 1943، من بعد 57، من بعد 75، وهلا بقول يرحم اللي بده يورط من بعد 2020، لانه الاغلبيه صاروا عم بيبيعوا. بدك تقول لي بتشيك بونكير، اي في قسم كبير بيبيع بتشيك بونكير، وهذا المضبوط. يعني انا نحن لا نتعامل بالنقد، لانه الكاش ما حدا عم يعرف من وين مصدره. يعني في سيريال بالمئات الدولارات، هالسيريال في هي الهيستوري اوف فاند، يعني تاريخ هال 100 دولار من وين جاي. يبقى بالقبل اللي بده يشتري كاش اللي حقه 50000 يدفع 100000 بالكاش. هلا قلبت الايام، صاروا عم بيقولوا لا بدنا نشتري بالكاش. هلا اليوم البنوك حجزوا لنا مصريات، صاروا عم يتوجهوا في كثير ناس نحن عم بيبيعوا بشيكات مصرفيه، بيبقى عليه التزامات لدى البنوك والتزامات لدى العالم. بيقول انا ببيع بخلص من التزاماتي، وفقد شوي الامل بالوضع اللي حالي. بقى كثير ناس عم بتبيع بشيكات مصرفيه، بينما نحن ما بنتعامل غير بس بتشيكات مصرفيه نقدي ابدا. عماد اسعون، قبل جربت تزيح عن السؤال، انت حضرتك ابن الثوره، بس كنت عم بقول لك انه خيك قبل ما اخطب. خليني نفوت عليك دغري. فهمان شو بدك تقول؟ بدي اقول له اول شيء للشيخ انه اول شيء ما حدا يفكر بعد البقاعه بيتحمل اي مطمر او اي ساعه. بكفينا اللي فينا. عظيم. من اللي طاني للكسرات اليه، فايدي بدها حدا ما حنحكي الظلم. بالنسبه للثوره تسمح لي، لانه انا محور الحديث اللي عم تحكوه حضرتكم شيء، وانا هدفي شيء ثاني. تفضل. انا حضرتك قلت ناشط من الثوره، صحيح. يمكن انا اصغر ناشط بالثوره، وانا ما بمثل الا نفسي بالثوره والمجموعه اللي بتشتغل معي بالثوره. في نشطاء كثير 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 احسن مني وافضل مني وبيشتغلوا اكثر مني بهيدي الناحيه. اوكي. هلا بالنسبة لهذا الموضوع، انت سألتني عن شو انجزت الثورة، وسألتني عن تيار المستقبل، اذا نحن تيار المستقبل. في ناس بيقولوا عماد ازعون او بيت رفعت ازعون تيار المستقبل. في ناس بيقولوا هلا انا وجاي لعندك عماد ازعون حزب الله. في ناس بيقولوا عماد ازعون سوريا. في ناس بيقولوا عماد ازعون كتائب. خليني اقول لك شغلة، صحيح خي ينسحب لتيار المستقبل، الي الشرف انا بجل صاحب لسعد الحريري ببيتكم. صحيح في علاقه مميزه، وفي احترام لبيت الحريري ولتيار بيت الحريري، مثل ما في احترام لاي تيار بلبنان، لاي تيار او لاي حزب او لاي منظومه بلبنان. ولكن عماد ازعون انسان مستقل. انا وقت اللي بدي انا وقت اللي بدي انتسب لاي حزب او لاي تيار، املك من الجرأة الكافية ان اقول بان ان انتسب لهذا الحزب. يمكن هلا انتسب لحزب منه غلط. طيب انت ابن الثورة ومع الظلم، شو رايك بالظلم اللي عم بيصير هلا ومن بعد اللي سمعته؟ خليني اكمل لك شغله، بدي اشير لبعض مطالب المزارع اللي هن خمسه بسرعه بتلتقل. انا لاني هون لاحكي بهذا الموضوع. في مطالب للمزارعين اللي من البقاع، جزء من المطالب بدي احدد لك القسم منهم. اول شيء في تعويضات المزارعين بعده ما قبضوها، بتمنى يقبضوها. عظيم. اثنين، في قضيه التصدير،
ثلاثة في قضية الأدوية الزراعية يا ريت بتكون مدعومة للمزارعين، أربعة في المحروقات، خمسة في المعامل اللي سكرت، معامل السكر وغيره، هيدي كلها للتصريف الزراعي، إضافة للتصدير، إضافة للأعلاف، وبعد في ناحية كتير مهمة هي التأمين الصحي للمزارع. وأنا بدي أختم بكلمة واحدة، بدي أتوجه برسالة أمنوني إياها أماني، أنا بدي أتوجه برسالة من عن هذا المنبر. أنا اسمي عماد رفعت أزعون، أنا عايش برات لبنان، أنا ابن بيتي تعاطى الشأن العام من ما قبل الاستقلال، أنت بتعرف والكل بيعرفوا هذا الشيء. دولة الرئيس، دولة رئيس الحكومة، سادة الوزراء، النواب، البرلمان، المشرعين، فخامة الرئيس، من عن هذا المنبر نحن جماعة اشتغلنا برات البلد، جبنا إمكانياتنا نحن وغيرنا لأنه عنا ثقة بلبنان، حطينا كل إمكانياتنا وكل ما نملك في المصارف اللبنانية. يا دولة الرئيس، أيها النواب المشرعين، وين مصاري المودعين؟ وين أموال اللبنانيين؟ وين حقهم للبنانيين؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نستثمر؟ اثنين، بعد في شغلة، بعد في شغلة بدي أقول لك إياها، هلا هيدي بدنا نوجهها للحكومة لأن السلطة التنفيذية رح يتفاجئوا بثلاث كلمات، رح يتفاجئوا في مجموعة من أطباء لبنان، من الأطباء الأساسيين بلبنان رح يهاجروا، القطاع الطبي بلبنان رح يروح، هودي في ناس أنا بعرفهم قريبيني. نحن اليوم على سلامة الغذاء، بهمني أختم بهذا الموضوع، أنت من المزارعين وقفت مؤسسة كنت بدك تستثمر بالقطاع طبعًا طبعًا من وراء طبعًا اللي سمعته. طبعًا 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 حضرتك اليوم كيف بدك تخطب تنقول توجه للحكومة إنه تكونوا علميين بكلمتين؟ إذا انزعجوا مني أنا بكلمتين، لا تفضل بكلمتين أنا، ما هيدا كمان قطاع أساسي، القطاع الطبي هيدا صحتنا من التسع، أنت ضد الظلم هون، نحن عم نحكي ضد الظلم. بس نحن هالمرة في عنا موضوع بدنا نقدر نسبت فيه ونخطب فيه. أنا ختمت. طيب تفضل بكلمة، شو بتقول كلمة واحدة ثلاث كلمات شو بنقول عن هالقضية؟ تابع. أنا رح أقول شغلي بس، إنه نحن موضوعنا ينقسم إلى جزئين، السلعة الصالحة والسلعة الفاسدة. السلعة الصالحة ما ثبت إنه هي فاسدة اللي طلعت من المنتج. عظيم. وإنما المخازن اللي فيها الفساد، في شيء بالقانون اسمه، بالقانون اللي بنرجع للقانون، هي الحراسة. كان فيهم يعملوا بكل بساطة حراسة قضائية من المنتج على هالنوعية هاي، بانتظار المطمر اللي تفضلوا فيه وحكوا بصعوبته حتى نلاقي حل مناسب. شكرا جزيلا، بدي حييكم، واكيد نحن كل هدفنا انه نشيل الظلم عن اي شخص او عن اي مؤسسه، ويبقى لبنان منور، ويرجع لبنان يلي نحن بنعرفه اللي بنشوف حالنا فيه. بدنا نشكرك ونهني اللبنانيين كلهم بالعيد، ونقول ان شاء الله الله خلصنا من الكورونا، على امل انه نوصل على هالنتيجه ويرجع لبنان ونرجع نشوف وصيت حالنا، لبنان يبقى منيح، صيت لبنان يبقى بالعكس يبقى هو منارة لكل العالم، وهالشركات هيدي ترجع توظف ناس ويجوا بالعكس يرجع اللبناني على لبنان لا يشتغل. بدي كريم جميل مسيكن من الاو تي في من جبل لبنان.